عشت في انجلترا سنوات كتيره جدا، اكتر من 20 سنه. اكتر من 20 سنه موجود هناك في انجلترا، وعارف الاجواء، وعارف حاخدك في نقطه تانية خالص. ويا ريت بس الكاميرا تقرب شويه على الجاكيت اللي لابسه، لانه يعني انا لاحظت فيه الريسبكت، البادج بتاع الاحترام ده. احنا بناخدها كابتن هاني، اول حاجه بناخدها في لما قبل ما نبقى ناخد يعني اللايسنس، بناخد الكورس بتاع الريسبكت. ما ديت النقطه اللي هنتكلم فيها طبعا، بعيد شويه عن كاس مصر، ولسه كنا بنتكلم الاجواء اللي كانت في مصر بشكل مبالغ فيها، والسوشيال ميديا وعمليه التعصب الزياده قوي، كل دوت اعتقد مهم جدا. وحضرتك عشت 20 سنه في انجلترا، وكانت انجلترا كان دي ريسبكت اول حاجه. ده على البادج ده بياخده كل حد موجود، يعني البادج ده انت مستلمه من الاتحاد الانجليزي. فكلمه ريسبكت او احترام دي كانت علامة مميزة للدوري الإنجليزي في نهاية فترة عقيمة وصعبة جدا للتعصب والهوليجنز الموجودة في انجلترا. كلمنا عن القصة دي ومقارنة باللي انت برضو متابعه من خلال السوشيال ميديا يعني ليها. طبعا كرة القدم في مصر مختلفة كابتن هاني عن كرة القدم في انجلترا. فترة الهوليجنز دي كانت فترة صعبة جدا جدا. طبعا الجماهير، انت حضرتك طبعا نجم كبير ولعبت في اوروبا وشفت فتره كبيره من الفترات، كانت الجماهير الانجليزي كانت صعبه جدا. صحيح. فمارجريت تاتشر خدت القرار وقضت على الهوليجنز خالص. يعني خدت قرار بوقف ومنع الناس المشاغبين دول، سواء بمنعهم دخول المباريات او منعهم بعد الحادثه الشهيره ولا قبلها. لا بعدها طبعا، قضوا على القضوا من جذورها بالظبط. وكلمه ريسبكت ديت خلاص من بعدها بقى في قوانين تطبق على الصغير. قويه جدا، قوانين قويه جدا. زي ايه يا كابتن ابراهيم؟ زي ايه من القوانين؟ يعني انا يعني كان في مباراه بين تشارلتون وفولم، والجماهير كانت غنت اغنيه في وهم يعني هم مسافرين، جماهير تشارلتون هم سايبين فولم في محطه من المحطات في لندن، والاغنيه دي كان فيها تعصب وكان فيها يعني عنصريه. فالكاميرات بتاعت محطات القطار رصدتهم بالظبط كده، رصدتهم وشافتهم، والبوليس طبعا حقق وبدا الموضوع، وناس خدت سجن. دخلت سجن طبعا. العنصريه بيحاولوا يعني يقضوا عليها بطريقه او باخرى. القانون هناك قوي جدا، عندنا اليات ما نقدرش نبعد عنها كمدربين كمان. يعني انا كمدرب عندي اللي هي السيفتي والجايدنجز، وازاي اتكلم وازاي اقف وازاي اتعامل حتى مع الناشئين وازاي مع اولياء الامور. الموضوع ستريكت جدا، قوي جدا، قوانين وما تقدرش تتخطى جزء من. انا كمان كل سنتين استاذ اسهام انا بروح اعمل حاجه اسمها دي بي اس، يعني زي فيش وتشميع عندنا هنا كده. كل سنتين بيطلب مني كمدرب ان انا لازم اروح واقدمه للنادي، للجهه اللي انا شغال فيها، علشان يعرف التو ييرز اللي انا كنت فيهم دول عملت فيهم ايه بالظبط. وكيب جوين يعني، ولازم مهمه جدا، بتبعت وبتستنى. حتى لو انت لسه ما جالكش القرار ما بتقدرش تنزل الملعب ولا تمارس عملك لغايه لما يطلع لك الابروف الجرين لاين خلاص بالظبط، تبتدي تشتغل. فهم حاكمينها وماسكينها بطريقه قويه جدا جدا جدا. مارجريت تاتشر قضت على الهوليجنز، بدات الكره الانجليزيه تاخد نفسها، بدات الناس دي تبعد خالص، بدات تطلع اجيال جديده، شباب جديده بتشجع فقط. بالظبط. عايز اقول لحضرتك كمان استاذه ان الاتحاد الانجليزي يا كابتن هاني مش انجليز بس اللي شغالين فيه، ناس من كل حته من العالم. الانجليز شاطرين جدا، بيحاولوا يجيبوا كل واحد شاطر في حتته. ايوه، يشتغل جوه الاتحاد الانجليزي. يعني انا لما بتصل بالاتحاد الانجليزي ممكن حد يرد عليا من كولومبيا، او حد يرد عليا من نيجيريا، او حد يرد عليا من اسبانيا، ولكن هم كلهم بيتكلموا انجليزي. ولكن ده اوريجينال، ده ار نوت انجلش، ده ار فروم ديفرنت كانتريز، من اماكن، سوري، من اماكن ثانيه يعني. معلش انا ممكن ثقافات ثانيه طبعا. يعني بص انا حبيت اخش في النقطه دي. احنا عايزين طبعا نحتفل بنادينا، لكن انا دخلت في النقطه دي لان كمان مهم جدا. احنا داخلين على اعتاب ان شاء الله اتحاد مصر الجديد، ونبص كمان ان احنا عايزين نعمل ايه عشان نقضي على عمليه التعصب. لازم نقضيها، لازم يا كابتن هاني، لانها بتاثر، اكيد بتاثر بالسلب على الكره المصريه. علشان احنا نطلع ونرتقي لمده 10 سنين نعمل بلان، لازم يبقى عندنا سبورت دايركتور للاتحاد المصري. لازم يبقى في سبورت دايركتور يجي يشتغل، مش مهم يكون مصري، حد يكون جاي من بره مثلا، مدير فني للاتحاد المصري. بالظبط، مدير فني للاتحاد يشتغل يعمل بلان من 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 البدايه، من ليفل 1 لغايه لما يبقى عندنا 10 سنين قدام، عشان الجيل اللي جاي ده. ونقضي على التعصب. كره القدم معموله للمتعه،